ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وقبل ما ابدا الحلقه في كلمتين في قلبي كده، يعني عايز اقولهم لحضراتكم. في ابريل من 116 سنه تحديدا يوم 24 ابريل 1907، يعني من 116 سنه وثلاث ايام بالظبط، كانت لحظه ميلاد كيان عظيم جدا اسمه النادي الاهلي. كيان عشنا فيه وعايش فينا لحد النهارده، واصبح جزء من قوه مصر الناعمه. كيان نشا في فكره وطنيه، وعلى طول الزمن بيشرف مصر وبيرفع باسمها قدام العالم كله. اساطير وبطولات وانجازات ومواقف اتبنت على مبادئ ثابته ما بتتغيرش. جمهور الاهلي العظيم اللي يعني اعظم جمهور في العالم، 80 مليون اهلاوي في مصر بس وغيرهم ملايين في كل مكان، مصدر السعاده والفخر ومدرسه الاحترام والرقي هي النادي الاهلي. كل سنه واحنا فخورين بالاهلي وبالانتماء اليه، ده احساس ملايين الاهلاويه، وده كلام من القلب بقوله لكل الاهلاويه وانا واحد منهم. يعني شهر ابريل اللي كان مع شهر رمضان الكريم، شهر ابريل كان شهر سعيد لكل جمهور الاهلي، اكتساح لجميع البطولات في العاب الصالات وفي كره القدم كمان. شهر ابريل وكانه بيقول لكم ان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، انما الاهلي بيكسب عشان كيان عظيم، زي ما قال طبعا عمنا الاستاذ عدن القيعي او المهندس عدن القيعي احد رموز النادي الاهلي. مقدمه كان لابد منها بعد عودة 7 دي سبورت، بعد غياب في شهر رمضان اللي كنت بتشرف بيه بالتواجد مع كابتن اسلام الشاطر طبعا في برنامج الاهلي في رمضان، ويا رب نكون قضينا عيد سعيد. يعني النادي الاهلي مش محتاج ان حد يتكلم عليه، النادي الاهلي 116 سنه انجازات وبطولات وتاريخ وحاجات كتير جدا، لو قعدنا نتكلم من هنا لسنين جايه قدام مش هنكفي حق النادي الاهلي. الواحد كان محظوظ انه تربى في كيان زي ده، وكان محظوظ اكتر انه عاش على مبادئ هذا الكيان، ويعني كنت من الناس اللي فعلا حاسة بالانتماء في كل لحظة في حياتي، سواء في شغلي أو في التربية اللي تربيتها جوه النادي، أو حتى في الحياة اللي أنا عايشها على مبادئ النادي الأهلي. كل ده اتعلمناه جوه جدران النادي الأهلي. النادي الأهلي لما نيجي نتكلم عن البراند أو الاسم التجاري الأول في الوطن العربي وأفريقيا هيبقى النادي الأهلي. لما نيجي نتكلم عن العلامة التجارية الأقوى من أقوى علامات التجارية في مجال كرة القدم تحديدا في العالم، هتلاقي رقم 2 أو 3 في كل الأندية العالمية دي، هتلاقي النادي الأهلي رقم 2 أو 3 على حصد البطولات في كل الألعاب، هتلاقي النادي الأهلي رقم 1 مش رقم 2. مستحيل في أي لعبة يكون رقم 2، هو رقم 1 في كل الألعاب اللي بيتشارك فيها. لما تيجي تتكلم على النادي الأهلي في أي شيء من الأشياء اللي ممكن تجاريا تسويقيا كمبادئ كأي حاجة، هتقول النادي الأهلي رقم 1. النادي الأهلي كيان بجهد أبنائه وباسماء الأساطير بتاعته، كل ده يقول لك إن النادي الأهلي هو الكيان والراعي الرسمي للفرحة زي ما بنقول.